اسمي ماري دينغ، أنا شغال من 2002 في عمالة يدوية. أول حاجة أنا شغلت قرع، رسمت قرع، قاعد رسم قرع، وبعدين أنا قاعد نعمل فوط بتاع ترابيزة كرسي ترابيزات. الشغل اليدوي باخد وقت لأنه بعمله بسيط بسيط بسيط، يعني ما طوال كده يعني، وكده دقاق يعني ما ممكن يكون كبير قوام قوام بسرعة، بعمل وقت زي كم شهر شهرين، ممكن 3 شهور ممكن تنتهي منه. علمت من الناس وعلمت من راسي، كان عندي فكرة يعني عشان نعمل فن، ده تراث، تراث لبلد كمان يعني، يكون جميل شديد، لأنه زول بيذكر التراث بتاعه بتاع البلد بتاعه عشان يعرف ذاته أنت من وين. الزمان يعني زمان قرا يعني بياكلوا به بشربوا به مويه، والحاجه زي دي بيعملوا كبشه عشان كان ما في كبشه، بيسووا عشان كربوا ملاه وكده اي حاجه، والدي ممكن يقطعوا بهن ده يعملوا فيه لبن، يحطوا اللبن فوقه عشان ممكن زول كان داير يعمل سمن داير يعمل شنو وبيعملها، وممكن يحطوا له مويه زاد زي زير تشرب به، وكانت مشيت مسافه سافرتي تاخذ له فيه في قرع يكون نظيف عشان انت تشرب به في سكه. القرع انت شفته ده اللي بوراي ده، ده انا رسمته براي، رسمته كان زينه كان تراث، بسوي به باخذ به فيه اكل يا كسرة يا موية عشان نشربوه، ولا أكل ده ممكن يعني نحطه في سفرة نحط الكسرة فوقه للضيوف يعني. المساند ده بيعملوه يعني بيستخدموه لكرسي يعني جدات، عملته بجدار عشان احطه في كرسي، وعملته مخده للسرير الكبير ده، ما بيعمل الفوط من الخيط كاد نجاته بتاع البخيربه ومراتب. زمان القطيه يعني ده بيوت بتاع ناس في غريه بيعملوا بجيش عشان مطر لما يجي المطر ما بخش جوا، وده قطعية الناس البدو من بدري في قرية في بلد ده يعود ده بيوت بتاعه. أيوة العالم ده جماعة عملته للناس البريدو بشيله، وفي علم السودان في علم جنوب في علم أمريكا في علم بريطانيا قاعدين يعملوا في يد يعني. أنا أكون في البيت كان طلب فيه زول بيجي بقول لك أعمل لي كده ده ونسوه ندي له، يعني كان في طلب زول يقول أنا داير كده بعمل به، ولو ما داير كده كمان أنا بعملها على السوق ونخطه ونجيبه في مارة زي دي زول داير وبشيله. السوق سوق ده جبناه من أم درمان، جبنا من أم درمان اللي عملنا علق والسوسوك ده أسياده قال ده وجار الكريم، وجبناه وعملناه بلبسوا نزوان زينة للنسوان يعني مرة يكون جميل يعني من يلبس عليه. ده الوقاية، الوقاية يعني بشغل به يعني كان قاوة، كان حاجة سكن في سفرة ترابيزة بخطو فوقه. لا 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 لا
في صوبات لكن يعني صوبات يعني بالمادية لو ما في قروض ما هي ما تمشي تسوق عشان تجيب حاجة ده يا صوبات لكن ما في حاجة صعبة.